بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة وقد أعرب سموه في البرقية عن خالص تهنيه بمناسبة فوز حزب المحافظين بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية مشيد سموه بما يجمع بين البلدين الصديقين من علاقات وثيقة متميزة على مختلف الصعود